السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. طولت عليكم هاد الايامات، كان عندي مشكل، تليفون تاعي طاح في الماء، واليوم الحمد لله راني جيتكم بهاد الوصفه تاع لاباط فيتي. سي لا بروميير فوا نديرها وخرجت لي كيما راكم تشوفوا ناجحه 100% باذن الله. انا مالفه ندير لاباط فيتي العاديه، هذيك تعلمتها في السونتر قريت، تخرج هذه تخرج اسهل. الاخرى راكم تعرفوا ديروا لي توغ وتخلوها تريح باش تشكلوها. هادية في 10 الماكسيموم، واحد ربع ساعة، 10 دقائق، 10 دقائق وانتوما فريتوها. نبدأ نوريلكم في المقادير. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندي 500 غرام فارينة. هادو الكيسان، هاد الكاس تاعي يرفد لي 145 غرام. درت 3 كيسان ونص، فوالا 3 كيسان ونص تاع فارينة. هافارين، ندير الملح، نملح عادي نورمال، ندير الملح. وعندي هذه المارغرين تاع صالحه تاع الفايتاج، هذه فوالا تاع صالحه، نقسمها اون دو بيسكو فيها 500 غرام. انا حندير 250 غرام، 250 غرام تاع المارغرين تاع الفايتاج. دوك نقسمها اون بتي دي، نقسمها مراسن صغار. نجي لهنا للفارينه تاعي، نزيد لها 2 مغارف زيت، نحرك هذاك الملح اللي درت لها، وندير 2 كويير دو لويل. فوالا، ونروح للمارغرين تاعي، نقسمها كما قلت لكم مراسم صغار. نبدا بسم الله، نخلط هذاك الزيت شويه، ونرمي لا مارغرين تاعي. هنا نبدا نخلط الفارينه، ما نعجنهاش. شوفوا انني ندير الفارينه من الفوق باش تعاود تنطم لي. شوف هنا غاتني هذيك شويه اللي راهي في الكارط، نحيتها. فوالا كما قلت لكم، هنا ما حاش نعجن هذيك، انا حنخلط برك شويه فارينه، ما حاش نبسسها نو. وهنا نبدا نزيد في الماء، ما بسستهاش، تخلوها هكاك مراسن في الفارينه. وهنا عمرت الكاس تاعي تاع الماء، ونبدا نخلط، نبدا نطم، ما نعجنش، نطم برك العجينه تاعي. انا لو بوت تاعي هذيك الزبده تقعد لي هكاك مراسن بين الفارينه، تقعد لي دي مورسو، ونطم غير العجينه هذيك. دوك تشوفوا هذيك العجينه كيفاش تخرج. هنا بالعاني خليت لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش العجينه حتخرج لي. كما قلت لكم، انا مانيش حابه ندوب هذيك لا مارغرينه. هاني نضم فيها، وهاد الوصفة ليه ديروها طيبوها تمتم، سورتو مع رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، ان شاء الله بالصحة والهنا نصومه. فوالا شوفوا الماء، درت الكاس خليت منه غير شوية، سا ديبون توما والفارينة تاعكم. شتوك شراهي العجينة تاعك شم خربا قاعيتك، هذا هو لو بوت تاعي. وبيان سور نستعين يا بالفارينه، هنا باش نحل بدا الحل العجينه تاعي، نستعين يا بالفارينه يا بالمايزينا. اذا عندكم مايزينا دو بريفيرونس، انا ما عنديش مايزينا، عندي فارينه. ونبدا بسم الله، نبدا نحل. شوفوك شي المراسم، مراسم هذيك لا مارغرين كيفاش هي تلصق في الحلال تاعي. عادي، و توجور لا بات فيتي تحب باش تحلوها تخدموا بالفارينه، سورتو من التحت. كيما تفتح لكمش ديروا الفارينه من التحت تفتح لكم فاسيلمون. هنا ما تخلوها ني تريحني والو، راني نخدم ديريكتومون.
هاي المارغرينة يتبان كما قلت لكم. توجور ندير الفارينة من تحت باش تمشي لي هنا. نفتح مليح لاباط تاعي، شوفوا نحلها قاعيتك، وهنا نجي نطبقها البرومي تور الطويه الاولانيه، ونحي لها الفارينه الزايده كاع اللي درتها لها من تحت، ننفضها، نفضوها بالبانسو ولا بيدكم كيما حبيتو. هذا البرومي تور. ونزيد نعاود نحلها اون دوزيام فوا. toujours la farine. هنايا دوك نطويها تاني دوزيام تور، نحي لها الفارينة الزايدة هاي لك دوزيام تور، ونفتحها ونزيد نحلها كومبلي. وهادي خلاص، هذا هو التخوازيام تور تاعي. هاد التخوازيام تور شوفوا انا طبقتها على زوج باش ندي القيس تاعي، باش نعرف كيفاش راني حنطويها. وبيان سور راني نحي في الفارينه هذيك الزايده، فارينه ولا المايزينا سا ديبون توما واش درتو. طويتها اون دو كيما قلت لكم باش ندي القيس. شوفوا هاوليك النص، ونجي هنا نطويها. شوفوا بريا هكذا كيما راكم تشاهدوا في الصوره، الفيديو راهو واضح. خلاص لابارت فيتي تاعي خلاص هي واجده، صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه ليه 10 دقائق نتوما فريتوها، هنا خليتها واحد 5 دقائق تريح برك، واحد 5 مينوت. دوك نقسمها لكم وتشوفوها كيفاش راهي. شوفوا كش راهي. وتوجور لابات تاع هنا توجور لازم تكون شايده روحها، ما تكونش جاريه ماشي كيما لي بات الاخرين. هنا توجور هاد لاباط تكون شايده روحها. راكو تشوفوا هنا لي تو باسكو راهي سخونه، شغل هذيك الزبده دابت. مي شوفوا هنا كي بردت، واحد نص ساعه درتها فريجيد، واحد هنا ساعه درتها فريجيد. شوفوا كش راهم يبانوا لي تو، شفتوا هنايا باش نوريكم باش درت الكوكا. شوفوا لاباط فيتي توجور كيفاش تحلوها هكا، ماشي ديريكت وتفتحوا. هذه هي طريقه تاع لاباط فيتي باش الزبده باش هذوك لي تو يقعدوا لكم. فارينة هنا فتحتها كاع، نحطها في سنيوة. هنا باش نحطها في سنيوة طويتها باش تجيني ساهلة. وطيبت درت شوية كتوكة برك بصل وطوماطيش، هذا ما كان. وتوجور كي تحبوا ديروا، انا هنا فتحتها رقيقة ودوك شوفوا كيفاش طلعت لي. كي تحبوا ديروا لي فولوفون ولا اي حاجة تحبوا تما ديروا لي بيسور كتر من هذه. شوفوا شوفوا كيفاش حليتها كيفاش رقيقه، واحد 1 مليمتر هنايا. وشفتوا كيفاش دوك تشوفوا العرض تاعها كيفاش تنفخت. وكي تحبوا ديروا لي فولوفون ولا لي بتي بيتزا، كي تقطعوا بالمول توجور قلبوها، ما تحطوهاش كيما راهي، تقلبوا دائما العجينه. وهنا درت لها لو جون دوف مع شويه قهوه، كانت قعدت لي ملا ديغنيغ فوا درتها في كونجيلاتور، ودوكا جبتها اني درتها هايلك. شوفوا كيفاش خرجت لي، شفتوا كيفاش كانت رقيقه وتنفخت ومقرمشه ما شاء الله، سوا سوا كيما لاباط فيتي لي موالفين ديروها هذيك لي تعينه لا مام. انا قلت كيما قلت لكم هذه لا بروميير فوا، هايك لا بروميير فوا لي درتها خرجت لي ما شاء الله الحمد لله يا ربي. والله نشكركم على المشاهدة تاعكم ليا وعلى دعمكم بيان سور، ومرحبا بالمشتركين تاعي الجدد نشكرهم، وبيان سور بلا ما ننسى المشتركين تاعي اللي يتبعوني دائما نشكرهم بزاف بزاف، ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم. ان شاء الله نتلاقى في ساعة الخير. سلام.